وللحديث عن أوضاع النازحين في المخيمات ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. منظمة العفو الدولية تقول إن حكومة العبادي تعاقب أطفال ونساء بتهمة صلتهم بتنظيم الدولة، لكن على أي أساس قانوني استندت حكومة بغداد في هذا النهج؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. الحقيقة الحكومة العراقية لا تستند على أي أساس قانوني في معاقبة هؤلاء النازحين نظرا لخلة قرابتهم بأي أنقر من عناصر تنظيم الدولة كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. الحقيقة لا يمكن معاقبة أي فرد إلا إذا كان قد قام بجرم معين وارتكبه بصورة مباشرة. لا يجوز معاقبة أي شخص لمجرد أنه فرد من أفراد عائلة أي شخص ارتكب الجرم كان وأي نوع من الجرم هذا إلا إذا كان طبعا متعاون معه، وطبعا العقوبة ليست على قدم المساواة. الحكومة العراقية معيارها في يعني معاقبة هؤلاء المدنيين الذين كان انتمى أحد أفراد عائلاتهم إلى تنظيم الدولة هي مجرد انتقام من هؤلاء المدنيين، خاصة وأن الكثير من أفراد تنظيم الدولة أما قتلوا أو هربوا ولا تستطيع الدولة يعني إلقاء القبض عليهم، ولذلك هي تعمد إلى هذه الطريقة من أجل إذلال عوائلهم وأيضا الإمعان في معاقبة أهالي الموصل، خاصة وأن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الانتقام هو كان ما تقوم به الحكومة العراقية منذ أن بدأت عملياتها العسكرية ضد الموصل، والتصريحات التي سبقت هذه العمليات العسكرية دليل كبير على أن هناك عمليات انتقام منظمة ضد أبناء الموصل وبدراء مختلفة. دكتورة فاطمة، أيضا المنظمة تقول أن حكومة العبادي تحرم النساء وأطفالهن من المساعدة وبالتالي تضطرهن إلى مغادرة المخيم. أيضا هناك أنباء تتحدث أن حكومة العبادي تعيق عمل المنظمات، ما السبب في ذلك دكتورة فاطمة؟ نعم، يعني بالتأكيد حكومة العبادي وعن طريق قواتها الأمنية أو الميليشيات المرتبطة بالحكومات كما ميليشيا الحشد الشعبي قامت بسلسلة من الأعمال التي استهدفت فيها النازحين، مما اضطر طبعا بعضهم إلى مغادرة المخيمات وآخرين أيضا إلى الرجوع من إلى المخيمات، منها المطاردات، منها الاعتقالات، منها الإذلال، منع المساعدات، حرمانهم من حقوقهم الأساسية. طبعا حكومة العبادي يعني هذا هو نهجها منذ البداية في معاملة أهالي الموصل، يعني الطريقة واضحة في تعامل حكومة العبادي مع يعني النساء والأطفال الذين هم الطرف الأضعف والطرف الغير قادر على أن يعملوا يعني أي شيء، لهذا هي تعمد إلى هذه الطريقة. دكتورة فاطمة، مسؤولون في مخيمات النزوح خاصة في مدينة أربيل تكشف عن أنها استقبلت ما يقارب من 2200 عائلة من محافظة نينوى، كانت قد عادت إلى نينوى ومن ثم عادت إلى مخيمات النزوح. هل هذا الإجراء متعمد أم هناك تقصير يعني تقصير واضح في عمل الحكومة؟ هل هي بشكل متعمد أم أن الحكومة غير قادرة على توفير مستلزمات العيش لمدينة الموصل تحديدا؟ يعني كلتا الحالتين بالنسبة لي أنا كلتا الحالتين. أولا هي مدينة الموصل ليست مهيئة لاستقبال أو عودة أي نازحين، النازحين اضطروا إلى العودة إلى المخيمات نظرا لمعاناتهم داخل المخيمات، ولكن عندما عادوا إلى مناطقهم ومنازلهم لم يجدوا أي من الوعود بالإعمار وتوفير الخدمات وغيرها بعد أن يتم تحرير المدينة وغيرها من هذه الوعود التي أطلقوها، وأيضا وجدوا بالإضافة إلى هذا
هذا تعمد في يعني الانتقام منهم والإمعان في إذلالهم، بالإضافة إلى عدم انعدام الخدمات. أين هي فرص العيش في مدينة الموصل؟ أين هي يعني فرص العمل؟ أين هي المدارس؟ أين هي يعني النظام الصحي؟ أين هو؟ نعم. الكثير الخدمات الأساسية البنية التحتية منتهية، لا تعليم ولا أي شيء. طبعا هذا بالضرورة سيؤدي إلى رجوع هؤلاء النازحين، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الممنهجة والتي تم تنفيذها حتى على أساس أنها على الاسم الثلاثي. إذا النازحون مطاردون وواقعون بين نارين، بين نار مخيمات النزوح وبين نار مدنهم المدمرة. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم سيدتي.